وينضم معنا من العاصمة بغداد من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. بداية، هل وضعتمونا بصورة أكثر تفصيلا بشأن هذه الانتهاكات الحكومية والميليشياوية في ناحية القرمة بمحافظة الأنبار؟ مرحبا بك. أهلا بك. لقد وردت إلينا يعني قبل فترة من الزمن عدة نداءات من أهالي مدن القرمة بأنهم لا يستطيعون الدخول إلى هذه المدن، وأنهم محاصرون وأنهم مشتتون في كافة أنحاء العراق وفي الأنبار، غرب الأنبار وفي صلاح الدين وفي أربيل وغيرها من المدن، وحتى اضطرتهم إلى الهجرة إلى تركيا، والآن هم يرغبون بشدة الرجوع إلى هذه المناطق، وبالتالي أنهم يؤكدون على حقهم في الرجوع إلى هذه المدن والبلدات التي قامت القوات الحكومية والميليشيات بتهجيرهم قصرا، حيث أن هناك هذه المناطق لم تشهد نزاعا مسلحا قويا، وإنما استمر لعدة أيام ثم اختفى، وبالتالي هذه الأماكن هي أماكن آمنة لهم بعض الشيء إذا ما استمر النهج الحكومي الطائفي تجاه هذه البلدات. وحقيقة إلى الآن هم يشكون من هذه عدم الاهتمام الحكومي بهذه المدن، حيث أنها تعرضت كما ذكرت قبل قليل إلى القصف العشوائي المدمر لهذه البيوت والبلدات في هذه المناطق، والحكومة الآن تريد منهم لكل شخص مبلغ $400 حتى يمكن استقبال طلباته والسعي في إيجاد حل من قبل الحكومة. ولا يعني هذه المعلومات أتت إلينا اليوم أن القوات الحكومية أو الموظفون الحكوميين يطلبون منها أهالي هذه المناطق مبلغ $400 حتى يتمكنوا من استعادة ملفاتهم أو كتابة ملفاتهم ثم طرحها مرة ثانية على مجلس النواب أو الحكومة حتى يتقرر مصيرهم. إذن بات العراقي وهو في وطنه وفي بيته هو غريب ويعامل معاملة الأجانب. يعني التقرير أيضا التقرير بيّن أن القوات الحكومية والميليشيات لم تسمح للسكان بالعودة لمنازلهم، وأيضا هي تمنعهم حتى من زيارة المناطق وزيارة قضاء الكرمة لمعرفة حجم الخسائر وحجم الدمار الذي لحق بمدينتهم. ما الذي يقف وراء هذا الإصرار على منع العودة للأهالي؟ يعني هذا يقرأ من عدة جوانب، أهم الجوانب في هذه الناحية أن هناك يعني تأكيد وإصرار من قبل الميليشيات والقوات الحكومية على إفراغ المناطق التي تحيط بغداد، وبالتالي تسهيل مهمة أو انتشار الميليشيات بشكل أوسع وبشكل يختفي على الأنظار في برهة من الزمن. وهذا التغيير الديموغرافي حقيقة لا يزال يجري تنفيذه في هذه المناطق، وتعد مناطق القرمة وإبراهيم بن علي وقضاء الطامية إلى الآن يعني نسمع أن هذه المناطق يستعمل فيها كافة أنواع الأسلحة من الصواريخ ومن القذائف ومن القتل العمد ومن التهجير القسري وغيرها من الممارسات اللا إنسانية، حيث أن هذه المناطق لم تشهد يعني كثرة الاقتتال فيها، ولكن بسيطرة الميليشيات على هذه المناطق تحولت هذه المدن والبلدات إلى مناطق أشباح بسبب التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الذي تمارسه الميليشيات والقوات الحكومية في مناطق حزام بغداد. طيب، بعد هذا التقرير الذي أورده المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وأيضا بعد المعلومات التي وردت إليكم بأن معاناة الناس ومعاناة النازحين أصبحت قضية للجباية الحكومية، تستورد الأموال وتأخذ الأموال من الناس كي تحاول يعني فقط لمحاولة المساعدة، هل لدى المركز أي تصورات لخطوات لاحقة ستتخذ بشأن هذه الانتهاكات؟ يعني نتصور بعد نشر هذا التقرير ستقوم هناك يعني بعض الجهات الحكومية بتوضيح الأمور، ومن ثم أنه هناك تسهيلات وأن هذه المناطق لما زالت تشهد في يعني بعض المناوشات العسكرية بين تنظيم الدولة، ونؤكد نحن هذه المناطق الآن تخلو تماما من العناصر تنظيم الدولة،
والحكومة ما زالت تساوم المدنيين على أن يأخذوا الأموال مقابل رجوعهم إلى المدينة. وهذا الحال ليس في مناطق القرمة ولكن في أغلب المناطق، عندما يرغب المدنيون للرجوع إلى بيوتهم فإن القوات الحكومية والميليشيات تطلب مبالغ هائلة أو مبالغ مالية لحتى يتمكنوا من الرجوع إلى مدنهم وبيوتهم. وهذا أمر آخر يتحقق بأن القوات الحكومية والحكومة بذاتها تمارس سياسة التفرقة والتجزئة وسياسة العنف الطائفي تجاه هؤلاء المدنيين. من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كان معنا السيد عمر الفرحان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.